لك ايه مش بتسألني ايه جرى لك ايه مش بتسألني انت هاجر ولا فاكر ولا ايه مش بتسألني مش بتسألني اسأل ما حد يدلني انت فين ياللي عليك حيرتني كل يوم اسأل ما حد يدلني لو بعادك ريحك والدلال بيفرحك بس اعرف 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 مطرحك لو بعادك ريحك والدلال بيفرحك بس اعرف 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 مطرحك انت هاجر ولا فاكر ولا ايه مش بتسأل ليه مش بتسأل ليه خصام في الحب لازم له سبب في هواك يا حلو وريتني العجب والخصام في الحب لازم له سبب قولي ليه بحلفك قلبي دايما ينصفك مش كفاية 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 استعطفك قولي ليه بحلفك قلبي دايما ينصفك مش كفاية 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 استعطفك انت هاجر ولا فاكر ولا ايه مش بتسأل ليه مش بتسأل ليه أقدم لك نفسي سلامة سالم سليم سلامات المحلل الفني لمجلد أنوار الفن تتحدث الأوساط الفنية بأنك تحبين مدحت بجنون وإنه بك مفتون فهل هي مجرد أشاعة أم أن مدحت هو رجل الساعة؟ لا هي الساعة كام الساعة كام؟ ما عدد دقات قلبك الآن؟ 999.5 في الساعة؟ في الثانية تعرفي يا أولاد أنا متهيئة لإيه وأنتوا حواليا؟ إيه؟ لماذا يبدو الغضب على وجهك؟ هل لدغتك عقارب الغيظة؟ هل سينتهي هذا الحب بالفشل الذريع؟ فصحيت هزقني يا نادي هزقني وجرح احساسي قدام شويه بنات مصعيص طب هدي نفسك انا رايحان ما عدد دقات قلبك الان ابعد عني قديمي ابعد عني لازم تعرف اني فنان والفنان زي الفراشه هلو هلو هلو
انت عاوزه تنتحري؟ يا ريت يا نادي. خليكي تقيله عن كده. كنت فاكراها يا بادي ان شعور ويحس بالانسانه اللي فتحت له قلبها. انت اللي غلطانه. غلطانه عشان بحبه؟ لا، مفيش مانع ان الواحده تحب، لكن ما تندليش بالشكل ده. بعد ايه؟ انت هتشربي تاني ولا ايه؟ لا، هكسرها على دماغه. هروح البيت اخليه له ضلمه. لا ضلمه ولا نور، اطلعي نامي وريحي اعصابك. انا اعصابي مشدوده جدا. انت شاربه وتعبانه، ويمكن يلا السلامه تعوري حد بالعربيه. ما تخافيش يا سحره. قالي الحته الجايه هتكون ال 13. حلو، انا احب نمره 13. باي باي. انا كويسه والله، لا خليها له الضلمه. ها ما سبب انصرافك الان؟ مش شغلة، ما عدد دقات قلبك في هذه اللحظة؟ 515. 512. تعرفي يا أنيسة نادية إنك في الدور اللي الصغير اللي مثلتيه في فيلم المرأة الطائشة أثبتتي وجودك وكنت متفوقة على البطلة؟ بس ماليش بخت. أنا هعمل لك حديث صحفي يطلعك السما. ما عدد دقات قلبك الآن؟ اسأل النجمة اللامعة سهير. يا رجلي. انت ايه؟ حته ورقه، علبه سجاير فاضيه. يا بوليس اعمل معروف. ما تزعقش كده، ما تقولش يا بوليس. عاوز تنسيني بعربيتك؟ اقول لك ايه يا ليل، يا بوليس ارجوك. هدي اعصابك. انت حصل لك حاجه؟ حصل لي الشرف، حصل لي كسر مضاعف في رجلي اليسرى. يا شويش بلاش الشوشره دي، هعالجك على حسابي، بس بلاش البوليس والشويش والشوشره. بلاش ازاي؟ تكسري رجلي وعاوزاني اعمل لك حفله شاي؟ يا انا لا حفله شاي ولا حفله قهوه، هجيب لك احسن دكتور، هعالجك في بيتي. في بيتك؟ انت فاتحه المستشفى؟ يا رجلي، خسرتك يا رجلي. يا شويش انت مدهوش يا جدع انت. لا لا يا شويش. لا ازاي؟ امال محشور تحت العجل كده ليه؟ ده يبقى ايه؟ يبقى ستيب. لا لا، اصل العربيه خسرانه وهو بيصلحها. ميكانيكي. ايوه انا الميكانيكي يا شويش، انا الميكانيكي. طيب يلا شهله بسرعه لحسن، الحته مقطوعه واللوريات بتيجي كتير قوي قوي. متشكرين. انا مش عارف اشكرك ازاي. تعالى معايا عشان اجيب لك دكتور. يلا. ايوه طيب اتحرك. يا خبر اسود، ايه ده؟ نمره 13. يعني عملت حادثه؟ متعور؟ الاصابه خطره؟ يعني ان شاء الله 3 اشهر مع الشغل والنفاس. يا فرحه ما تمت. تعالى على مالك. تعالى والله ما احنا جايبينها سليمه ابدا. شو عايز؟ هترك يا خبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي رجلي واحده يا اخويا. ايوه الحقيقه انت صعبان عليا قوي، بس الغلطة غلطتك انت اللي كنت ماشي في الضلمة. عندك حق، كان لازم اركب فانوس من الخلف. احمر يا استاذ. هو ايه الفانوس؟ امينة. نعم. كلمي الدكتور وهاتي السرير بتاع الحوادث. حاضر. وحيانا بس ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. برافو برافو، انت طلعت شجاع. ولا شجاع ولا حاجة. أروح بقى يا دكتور. تروح؟ تروح ازاي؟ أنت لازم تستنى بالشكل ده 3 أشهر، ما تتحركش من السرير. يا خبر، 3 أشهر؟ وشغلي؟ ده أنا تخرب بيت. صحتك أهم. ألو. وأكل عيش. ألو. ممكن تاكل عيش توست يعني محمد. حلوة دي. سلام عليكم. محمد أهي. أيوة طيب. لا ده أنا حاسة إيه التليفونات. ألو، مين يا فندم؟ أهلا بمندوب الصحافة ومبعوث اللطافة. ايوه محسوبتك امينه، والوالده امينه، وعلى السر امينه. هي قولي لي امينه. بسمع يا استاذ، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. ما تسحبنيش في الكلام وتخليني اقول لك ان ست سهير دست واحد بالعربيه كسرت رجل اسم الاستاذ فتحي وجابته على البيت، وانك عايز تيجي تصوره صوره والست مش في البيت. لا انا ما عنديش مانع، لكن اسمع يا استاذ، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. ما تسالنيش، ما تحرجنيش، ما ترفدنيش. نيش نيش. طبعا طبعا، انت ما قلتيش حاجه ابدا. متشكر يا امينه. اديني لينوتيب.
هو فين؟ هو فين؟ هو مين؟ هو مين؟ هو مين؟ عاوزين عاوزين بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا روح بابا. اتفضلي يا ست هاني. حاولت خطر قوي. ردي عليا بقى. اسمعي يا ست هاني، اسمعي، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. ما تسالينيش، ما تحرجنيش، ما ترفدنيش. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي. ازيك يا فتح؟ لازم مراته واولاده. اتفضلي استريحي يا هاني. متشكره. امال فين بيت الاولاد؟ بره. ما تخليهم يتفضلوا. اتفضلوا يا اولاد. ازيك يا بابا؟ ازيك يا بابا؟ خلف كل دول، لازم بيخلف كل شهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مش عارف قد ايه اشكركم. اعرفكم بالسيده سهير صاحبه البيت، ودول تلامذتي، ودول مدرسين معايا في المدرسه. هو حضرتك مدرس؟ ايوه انا مدرس موسيقى في المدرسه، والانسه ليلى زميلتي ومدرسه موسيقى كمان، والاستاذ يبقى... انا مدرس اللغه العربيه. اتسمح لي ان اقول كلمه بهذه المناسبه السعيده؟ سعيدا مبارك. يعز علي ان اراك مطنبرة ولا اراك مقنبرة. ايوه مطنبرة بمعنى مربطة، اما مقنبرة فبمعنى قاعدة. حقا كما قال الشاعر: علو في الحياة وفي الممات، حق لتلك احدى المعجزات. متشكرين لحيزروم القرطمي، ومقدرين لخطبيش البرطمي. انت فهمتي حاجة؟ ابدا. ولا انا. ايها الاخ المتوازي الاضلاع، يا من تساوي القاعدة في الارتفاع، كم تؤلمنا قصورك الاعتيادية والعشرية، ولكننا نسأل الله باسم الحساب والجبر والهندسة أن يعيدك إلينا سليما إلى المدرسة. وأنا كمان هقول خطبة بنيابة عن إخواني. تفضلي يا أستاذ. أستاذنا وملزنا، لقد بكينا عليك وتألمنا لرجليك، ويوم إن تقوم وتمشي تاتا تاتا سنفرق الشرباطة والشوكولاتة. برافو. عندكيش حاجة من هذه الحاجات؟ عندي. طيب هاتي لهم شوية ده. عندي جاتو وشوكولاتة. مين عايز ياكل جاتو؟ يلا يلا يا أولاد. هيا يا شاي. يلا يلا يلا. الجاتو. تبقى هات لنا حاجة معاك يا أستاذ. إن شاء الله سوف لا أنساك. لا والله لا والله. فتي. أي. أنت مرتاح هنا يا فتي؟ الحمد لله، بس على الأقل لا اللي يخدمني هنا. لا يا فتي، دول مش هيكون قلبهم عليك سيئا. روح بيتك وأنا أبقى أطلع لك أخدمك. احنا جيران وزملاء، وانا اخدمك بعيني. تسلم عينيك يا ليلى، فعلا انا بعتبرك زي اختي واكتر شوي. اكتر قوي قوي قوي. مالك يا ليلى؟ ولا حاجه، بدأ ربنا يقويك عشان تبقى تخرج من هنا. متشكر قوي. الاولاد عاملين هيصه وحشه قوي. سهير سهير. الله انا اسفه يا مدحت، حقك عليا. ايه المظاهره اللي عندك دي؟ انت فتحت مدرسه ولا ايه؟ دول جايين يزوروا الراجل اللي دوسته نمره 13. ونمره 13 ما روحش يتعالج في المستشفى ليه؟ انا كنت فاكر ان انا جاي في بيت واحده فنانه، مش في اصلاحيه احداث. دول لازم انطردهم هنا. معلش يا مدحت، تعالى معايا. اجي معاكي فين ببدلتي ومنظري المبهدلين دول؟ معلش خمس دقايق هوديها المكواجي يكوها وينضفها. تعالى تعالى معايا بقى. بس بس ايه يظهر؟ ما كانش لازم يجي. ليه؟ ده انتوا بيتكم هنا، انتوا لازم تيجوا كل يوم. اسمعوا يا ولاد، تيجي نقول الغنوه اللي ابتديناها امبارح؟ يلا قولوا معايا. ومن الجمعه اللي فات احنا وهم فينا رحنا نمد الحوانات، رحنا نمد الحوانات يوم الجمعه اللي فات. سهير اسمعوا وريني يا اختي عليك وعلى جمالك. سمعني بقى حته من الغنوة اللي عملتها. مش معقول اقدر اسمعك في وسط الهيصه والزمبليطه اللي بره دي. انا لازم اطردهم حالا. لا ما احنا ما نقدرش نطردهم. تعالى هنا. لا لا مش ممكن. انتوا فاكرين
نفسكوا فين؟ في جنينة الحيوانات؟ نعم نعم نعم. أنا مش عايز حد يهوهو وينونو هنا، مفهوم؟ هذا بعلوها؟ لا، هذا بغلوها. ده الأستاذ مدحت المطرب العطيف المشهور بيسمعني لحن جديد ومش عارفين نحفظ من الزيت. يا ست هانم كل واحد بيشوف شغله. طب خليهم يقولك بكرة. ولا بكرة، مفيش حد يجي هنا خالص. وهو كذلك، أنا مستعد أخرج من بيتك على البوليس، والبوليس يحولني على النيابة، والنيابة تحولني على أي مستشفى. أي نعم، هيا إلى الشرطة، إلى العسف. لا 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 لا، ولا شرطة ولا عسف، خدوا راحتكم، هوهو ونونو زي ما أنتوا عايزين، وإحنا كمان هنهوهو ونونو معاكم. يلا يا أولاد يلا. بس لازم الأستاذ يرد معانا. اتفضل رد معانا. يلا يا أولاد. يوم الجمعة اللي فات كانوا قمرين. يوم الجمعة اللي فات. قول يا أستاذ. إيه إيه. رد يا مدحت عشان خاطر. نو نو. أرجوك، أنت عايز البوليس يرد عليا. يلا. يوم الجمعة اللي فات إحنا وقمنا فينا. إحنا جنينة الحيوانات، إحنا جنينة الحيوانات. شفنا الخفيف بيناونو، ناو 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 ناو. شفنا الكلب بيهو هو 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 هو. شفنا القطة بالناونو، ناو ناو ناو. شفنا الكلب هاو 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 هاو. يوم الجمعة اللي فات احنا وقبلة جينات، احنا وقبلة جينات. ترجمة
يا غالي رجع الود الجميل ما بيننا الثاني. دي الحياة جنبك أمل شاغل خيالي انت نول ويا الأمل فرح الزمان. ده انت يوم ما تجيني تلقى بين ايديك كل دقة في قلبي بتسلم عليك. يا وحشني من زمان في النور عينيك. يا وحشني. ادخل. ها ازاي صحتك دلوقتي؟ كويسه. وازاي رجلك؟ مجبسه. تعيش وتاخد غيرها. قول لي يا امينه. نعم يا ستك دي مجنونه. ليه يا سيدي كفى الله الشر؟ بتسوق بسرعه فظيعه قوي. ما تاخدش بالك يا سيدي اصلا كانت زعلانه شويه. زعلانه شويه تكسر رجلي؟ امال اذا كانت زعلانه قوي تعمل ايه؟ تكسر رقبتي؟ بعد الشر عليك يا سيدي عن اذنك. قول لي يا امينه. عيب يا استاذ. هو ايه العيب؟ انت عارف انا هقول لك ايه؟ بسمع يا استاذ، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. انت عايز تكركرني في الكلام عشان اقول لك ان ست زهير بتحب مدحت المغنواتي وان مدحت المغنواتي تقلان عليها ومنكد عليها عشان لازم بيغني لها. تعرف ان ستك دي ذوقها وحش قوي؟ ابدا والنبي يا سيدي، غش مرايه الحب عامية. ايه الدربكه اللي بره دي؟ دربكه ايه يا سيدي؟ اللي في الراديو، روح اقفليه. لا لا لا، دي ست اللي بتسمع. قولي لها تقفل الزفت ده. انت هاجت مالك الافندل متعور؟ بيقول لحضرتك اقفلي الزفت ده. ايه اللي في الادب؟ انا مالي يا ست؟ هو اللي بيقول كده. قولي له مش هقفله. هقول له يا ست. بتقول مش هتقفله. وانا ما استحملش الهذا اللي نازل فوق دماغي ده. اهتزازات صوته بتوجع رجلي. تعال هنا. قولي لها يا تكتمه يا حبال لك بوليس النجده. لا نكتمه ونجيب لك بوليس النجده احتياط. سيدي افندي، الافندي ابو رجلي مكسوره بيزعق وبيقول لك يا تقفليه. ده زودها خالص شويه شويه، هيتحشر في اكل وشرب كمان. يا استاذ. افندي حضرتك موجود في بيتي؟ ايوه ولا لا؟ ايوه. وما دام ده بيتي ابقى انا حره في بيتي؟ ايوه ولا لا؟ ايوه. واقدر في بيتي اسمع اسطوانات الاستاذ مدحت لانه صوته بيعجبني؟ ايوه ولا لا؟ دي لا. لا يعني ايه؟ لا يعني لا، دي مساله اذواق، مساله امزجه، مساله نفس. في ناس تحب الفسيخ وناس لا. عايز تقول ان الاستاذ مدحت فسيخ؟ يا فندم انا لا قلت فسيخ ولا سردين، ده مجرد تشبيه. على كل حال اذا كنت حضرتك ما بتحبش الفسيخ، انا بحب الفسيخ، بحب صوت الفسيخ واسطوانات الفسيخ. قلت ايه بقى؟ ولا حاجة، بس لازم تعصري على كل اسطوانة ليمونة عشان تكسري سمها. يا سم اهو جه. فعلا ريحته فاحت. اهلا دوح. انت نسيتي معاد الاستوديو ولا ايه؟ انسى ازاي، كنت عارفة انك هتفوت عليا فاستنيتك. طب يلا بينا. لا تعال نشرب فنجان شاي. دوح تاخد شفتة؟ اخد. أي ايه ده؟ ست في ايه كمان؟ الافندي المتعور متضايق خالص وبقول لك انه عايز حاجه يتسلى فيها. وهجيب له ايه يتسلى بيه؟ اراجوز؟ لا ارا فرد يا ست، قصدي يعني نجيب له كوتشينه ضمانتها ولا هيدي له الطول. والعب معاه اختشبت. هلعب معاه يا ست. دوح دوح انا حلمت امبارح انك بتبوس واحده غيري، لو عملت كده مره تانيه هموتك يا غيارة. ممنوع القرص. انت مالك؟ وانا بقول لك، انا بقول ممنوع القرص في الطاولة. من قرص القرص يا قلبي لا تحزن. ما تاخدش بالك منه، خليك معايا انا. وليه الخط ده؟ احنا في بيت ولا فرشة نجارين؟ انا لازم اخبط اللعب حمل. حمل على قلبي. هو ايه امين؟ الفسيخ. يا استاذ ارجوك تلعب من غير خط ومن غير رقع. حاضر يا ستي، ده شيء طلع الروح. العاب يا ستي. دوح روق دمك يا دوح. في الحقيقة أنا دبش. وبعدين
تعالكوا على عصبيتك. تعرف ان انا بحبك علشان شيش بيش. شايفه طولة لسانه؟ انا هقوم ارميه من الشباك. اقعد انت، انا اللي هروح له. اديله نتن يعني دهجك. تسمح؟ تسمح يا استاذ نقفل الباب ده؟ ما اسمحش، الدنيا حر والجبس هيولع رجلي. طب نسيب الباب مفتوح وتخليك لطيف؟ ما اضمنش. ما تضمنش ازاي؟ تحب انا اخرج لك من البيت عشان اريحك؟ لا، انا اضمنه بعناية يا ستي. انا هجيب لك لعبه صغنطوطه تتسلى فيها. انت لازم اتضايقتي مني وعاوزاني اخرج من البيت، ما عنديش مانع. ابدا ابدا، ما حدش قال انك تخرج من البيت. كل لبيب بالاشارات يفهمه، وانا لبيب. انا مستعد اخرج دلوقتي حالا واروح اي مستشفى بواسطه البوليس. البوليس؟ طبعا، البوليس يحولني على الطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي يحولني على المستشفى، والمستشفى تحولني على النيابه، والنيابه تحولك على المحكمه. يا امين الحقيني خلينا اخرج. وانت يخلصك تعمل كده؟ طبعا ما يخلصنيش، انما انا عاوز اريحك من وجودي. ومين قالك اني تعبانه من وجودك؟ ده انت مالي عليا البيت. سيبك من الكلام ده، سنديني يا امينه. ارجوك تغير فكرتك عني، ده انا خدت عليك زي اي حاجه في البيت، زي كرسي، زي ترابيزه، زي سجاده. ما اقصدش كده، انا اسفه بس ما عرفتش اعبر كويس. طيب يا ستي حصل خير؟ يعني خلاص مش هتخرج من هنا؟ ايوه، بس عندي شروط. ايه هي؟ اولا الاوضه حر ولازم تجيبي لي اير كونديشن. غيره؟ ثانيا القعده في السرير كده مضايقاني، وعاوزك تجيبي لي كرسي متنقل. غيره؟ كفايه كده الحين صدور اوامر اخرى. حاضر، هنفذ لك كل طلبك يا امينه. دي حاجه تجنن بالشكل ده، مش هعرف اشوفك ابدا. اخس عليك، ده يوم المنى يوم ما يجمعنا بيت واحد سوا ونعيش شركه في الحياه العمر كله. لو كنت عاوزه كده صحيح ما كنتيش تخلي واحد غريب يسكن في بيتك. ما انت عارف الظروف عايزه كده، وعلى كل حال كتر خيره اللي ما خلينيش ادخل السجن. لكن ده كتير كتير جدا، الناس هتقول ايه؟ الناس عارفين ان حكايه حبنا قصه خرافيه. ازاي؟ لانها ملهاش نهايه طبيعيه. انت غلطانه، الجواز مش نهايه طبيعيه للحب، هو قيس اتجوز ليلى، روميو اتجوز جوليت. قصدك ايه؟ قصدي يعني نعيش مع بعض زي المتجوزين، بس ما نكونش متجوزين. وقف العربيه. سهير انت مجنونه؟ انت ما عندكش ضمير، انت نجل، مش عايز اشوف وشك بعد كده. برافو برافو، نجحت في الامتحان، دلوقتي انا اطمنت واقدر اتجوزك وانا فخور بيكي. سكوت، استعدوا، خش كلاكات. حاضر. بارتي. شباب 42 واحد اول مره. اتفضل. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. متشكره يا ماما، متشكره يا بابا. العفو يا حبيبتي. يلا يا روحي هنطفي الشمع. واحد اتنين تلاته. كل سنه وانت طيبه. ارجع الكاميرا، فوتو، خش فوتو بسرعه. اقعد يا استاذ. لا لا، انتوا واقفين كده. واحنا واقفين. طميها لنفسك، طميها. تعالي. يا سلام يا سلام يا نجوى يا بنتي يا مدهشه، اللي ما في زيك في الدنيا ابدا. طيب ايه رايك يا استاذ؟ مدهشة مدهشة جدا. أمال يا أستاذ، بنت نجوى قطقوطة حلوة، أرتيست ومن لوجيست ورقصيست، مضحكة أوي ومحزينة أوي، والفرجة بلاش والدفع ما يهمناش. يا بلاش يا بلاش يا بلاش. Thank you.
حبيبي وعناية لو في وسطي مية ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي قبل ما عيني تشوفه قلبي بيلمح طيفه قبل ما عيني تشوفه ده أنا دايما أوصافه بتخيل في عينيا ساعة لما بيظهر وطريقه بينور ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن اتصور ابدا غيره يأثر فيا غيره غيره يأثر فيا فاللي شغلني مهما يبعد عني أنواره تخيلني لو في آخر الدنيا الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني أنواره تخيلني لو في آخر الدنيا أبو شامة وعلامة أبو طلعة بسامة أبو شامة وعلامة أبو طلعة بسامة قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل علي علي لما يهل علي حسنه بيحتاره وما يبني داره في الريحة وفي الجاية البدر وأنواره من حسنه بيحتاره وما يبني داره في الريحة وفي الجاية ساعة لما يعدي فكري يجيب ويودي ساعة لما يعدي فكري يجيب ويودي دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي علي علي لما يمسي علي حبيبي وعناي لو في وسطي مية حبيبي وعناية لو في وسطي مية ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي
متشكر. ده انت صوتك حلو قوي. وانت راسك احلى. الله، هو انت؟ ايوه انا. اتفاجئت بيه فعلا. انا كنت في حلم جميل في دنيا تانية. دي مفاجاه لطيفه قوي. اسف بس كنت ازعجتك. بالعكس، ده انا مبسوطه منك خالص. متشكر. ما دام صوتك حلو كده، ليه ما تشتغلش مغني؟ لسه ما جاتنيش الفرصه. وهي المواهب اللي زي دي محتاجه الفرص ومحتاجه الحظ كمان. كروان من غير حظ يبقى في نظر الناس غراب. حمار وعنده حظ يبقى بيتهوفن. عندك مدحت مثلا. وبعدين بقى؟ طب بلاش الحكايه دي. تسمحي لي اسالك سؤال محرج شويه؟ اسال. انا ملاحظ من تصرفات الاستاذ مدحت معاكي انه اكتر من زميل. تقدر تقول انه بيحبني، تقدر تقول انه خطيبي، تقدر تقول. ومدام بيحبك مستنيين ايه؟ امتى هتتجوزوا؟ انت لازم تنام وترتاح لك شويه. اسف اذا كنت ضايقتك. بالعكس. وبتغطيني كمان. تعرفي انك رجعتي لي ذكريات قديمه اتحرمت منها من زمان. ذكريات ايه؟ ذكريات الطفوله لما كانت امي الله يرحمها تنيمني بالحنان ده. طب تصبح على خير يا رحمانتك. وكانت تصبح على خير بتاعتها بوسه. وده تسيبيه يزعل؟ وانا يهون عليا. مع العظم. بس القلب قايد نار يا دكتور. ده التهاب بسيط من تأثير الجبس. يعني هيمشي؟ لا لا لا، مش دلوقتي. أحسن الأول يستعمل الكرسي ده لمدة أسبوعين ثلاثة ويعمل تدليك وتمرين للعضلات وبعدين يبتدي يمشي برضه لمدة أسبوعين ثلاثة. يبقى 6 أسابيع وبعدين؟ وبعدين تدهسيني تاني ونبتدي من الأول. بعد الشر عليك. حب أمورة تاني. سلام. السلامة يا دكتور. المدة طولت وخايف تكوني اتضايقتي. يا خبر. انت شايف كده؟ وانت شايفه غير كده؟ تحب اكسر لك رجلك التانية عشان تقعد؟ فداكي. بس انا خايف احسن تكسري حاجة تانية. زي ايه؟ زي قلبي. قلبك؟ ست نايلة. اهلا يا ليلى. صباح الخير. صباح الخير. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. متشكر قوي. طبعا اذنكم بقى. على فين؟ مضطر اروح الاستوديو. اعتبر ان البيت بيتكم. متشكرين قوي. اقعدي يا ليلى. اقعدي. فتحي، انت مش هترجع البيت بقى. المدرسين ابتدوا يتكلموا. وضعك هنا مش سليم. ليه؟ ليه ازاي يا فتحي؟ انت مش عارف قاعد في بيت واحده ارتست. ومالها الارتست؟ هي الارتست مش انسانه؟ انا مش عايزه اقول لك اكتر من كده يا فتحي. الله، انت هتعيطي ولا ايه؟ ده بدل ما تبركيلي انهم شالوا الجبس. طبعا الف نهار ابيض، وخصوصا عايزينك معانا في حفله عيد الام. انا جايبه لك الكلام معايا عشان تلحقني. وريهولي. كلام كويس قوي. احن قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي. كلام كويس قوي. يلا بينا على البيانو عشان نلحنه من دلوقتي. سؤال يا استاذ. افندم. قيل ويقال ويقولون، امتى هتجيبوا المأذون؟ مأذون علشان ايه؟ عشان تتجوزوا طبعا. طبعا طبعا، هنتجوز قريب قوي. في اي تاريخ سيتم الزواج؟ قيل ويقال ويقولون ان الجواز غير مضمون. كويسه كويسه قوي. عجبتك مش كده؟ انا عندي ليك مفاجاه. احنا الليله هنتعشى سوا. انا عازمك.
فين؟ في بيتك. في بيتي؟ وجروبي اللي حيجيب لنا العشاء. أمينة. أفندم. إيه الحكاية؟ بسمع يا أستاذ، أنا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول، أنا اسمي أمينة والوالدة أمينة وعلى السر أمين، أنت عاوز تجرجرني في الكلام عشان أقول لك إن مدحت المغنوات بعد شقانق ومقانق وجاي يصطلح بعد ما يتخانق؟ بقى كده؟ أمال كده وكده؟ ما تسألنيش، ما تحرجنيش، ما تلفتنيش. اسمع يا أستاذ، أنا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. طيب طيب. الله احنا يا استاذ عايزين نعمل ضجه صحفيه على الحادث الوحشي. هنخلي راي العام يثور على سهير مجدي. هناخد معاك مؤتمر صحفي يحرك القلوب ويهز المشاعر. اتفضل يا استاذ هز. كيف حصلت المصادمه؟ انتوا لسه فاكرين؟ هي فعلا ملهاش ذنب. انا كنت ماشي في الشارع فزحلقت في قشره موز فوقعت قدام العربيه. الكلام ده هيخلي سهير بريء قدام الجمهور؟ هي فعلا بريئه. اذا علشان ايه نقلتك على بيتها وعالجتك على نفقتها؟ اجب. لانها ست قلبها طيب جدا، صعبت عليها وانا بتقلم، فما كانش فيه تليفون عشان نتصل بالاسعاف، فهي قامت بالواجب. وهل تعاملك بعنايه ورعايه في منزلها؟ جدا جدا. اذا ده عكس ما كنا فاهمين خالص. فعلا دي انسانه نبيله تستحق الشكر على انسانيتها، دي من كتر معاملتها الطيبه خلتني اشعر ان بيتها اصبح بيتي، كل طلباتي مجابه، كل شيء هنا تحت امري. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان انا النهارده عازمكم على العشاء في بيت سهير، وهعزمكم على ديك رومي. اتفضلوا على الديك الرومي. اتفضلوا. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اتفضل. اهلا وسهلا. بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن سهير فلنفترس المأسوف على شبابه ادي. تفضل يا استاذ. تفضل يا استاذ. تفضل يا استاذ. تفضل. تفضل يا استاذ. تعال. تفضل. تفضل يا استاذ. أمينة. تعالي غطي معايا الاكل عشان يبرد. والله انا عيني بترف بقيني هتطرد الليله. انت مالك؟ انت شفتي حاجه؟ ابدا. عرفتي حاجه؟ ابدا. طيب خلاص. انا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. تيرارام تام تام تام. شمبانيا بالملح والفلفل كمان والشطه كمان يا واد وكتروا. دقت شامبانيا. أمينة. أمينة. أعمل إيه يا أستاذ؟ أنا يا أختي لا بشوف ولا بعرف ولا بكلم. استني يا أمينة. استني. بسرعة يا أستاذ بسرعة. أعمل معاك. أهلا يا ستي. أهلا وسهلا. أهلا. أمينة. أفندم يا أستاذ. العشاء جاهز؟ والله هو كان جاهز يا أستاذ. نشرب حاجة قبلة ولا نتعشى قبلة؟ إذا شربنا حاجة قبلة مش هنعرف ناكل، وإذا كلنا مش هنعرف نشرب. يبقى إن شاء الله لا هتاكل ولا هتشرب. لا، أنا أحب آكل وأشرب في وقت واحد. طب اتفضل. شمبانيا شمبانيا يا حلاوة يا حلاوة متلجة. سهير كاسين وحياتك الحقيقي. حلاوة على التل. يا سلام. في صحتك يا حياتي. في صحتك. ايه ده؟ استنى. خد خد شمبانيا يا حلاوة. فقلك العشاء. أمينة. أفندم يا أستاذ. أفندم. ايه الحكايه يا امين؟ انا اقول لك يا ست، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بقول. ما تسالنيش، ما تلفتنيش، ما تحرجنيش. الحكايه اول ما حضرتك نزلتي الاستاذ اللي اسمه اسر الكلام. فين الديك؟ طار يا استاذ. سهير الديك طار ازاي؟ يمكن يا بنت كانوا جايبينه صاحي. لا ده اسمه تهزيق. انا خارج. حقك علي يا دوحه. بلا دوحه بلا حلمبوحه، كله من المخلوق المزعج اللي متلقح جوه. معلش حقك علي. انا رايحه اكلمه كلمتين ناشفين، يمكن ينكسف وانكشح من هنا. لا يا مدحت مش هتخلص من طوله لسانه. يعني ايه؟ هيشتمني؟ لا مش هيشتمك، بس يا جوز يسالك سؤال محرج. يسالني يعني ايه؟ يسالك مثلا انت متضايق مني ليه؟ بتكلمني بصفتك ايه؟ انا ما عنديش مانع اتجوزك، انما قبل كده لازم تطرديه من هنا. انا ما اقدرش اطرده، نكلمه بالذوق من غير ما نجرح احساسه. ما تكلمهوش انت، سيبيني انا اكلمه. حاضر. اندهله يا امين. اندهله. حاضر. اسمع ما تكشرش، ابتسم. ابتسم يعني ايه؟ يعني ابتسم اضحك. اسمع جاي.
حضرتك طلبتيني؟ الأستاذ مدحت عايز يكلمك. لا لا لا، الست هي اللي هتكلمك. قلت انت اللي هتكلمه. ودي تيجي برضو؟ السيدات اولا، انا افهم في الاتيكيت كويس. ايه الحكاية؟ الحكاية بسيطة قوي قوي. انا عايز اقول لك يعني يعني ايه؟ ايه؟ انا عارف ان اهلك وحشوك جدا. ايش عرفك؟ الواحد دايما يشتاق لاهله يا اخي. انا ماليش اهل، مقطوع من شجرة. غرض يعني زمايلك في المدرسة، تلاميذك النونو. بيقول هنا. طيب ايه رأيك في رحلة لطيفة تحسن صحتك قوي؟ فين؟ تقضي اسبوعين ثلاثة على شط البحر وعلى حسابي انا. متشكر، انا مبسوط كده. يلزم خدمة تانية؟ ده شيء لا يطاق. شوفي لك حل معاه، اهو متلقح قدامك اهو. شوفي لك حل معايا. اخفى عليك كده، تحط شطه في الشمبانيا كنت هتحرق لي قلبي. معاش من يحرق قلبك، انا احرق الدنيا علشان خاطرك. نفس الاسوره قلعتها وحطيتها على الترابيزه. ورحت فين؟ ما موجوده عندك. مش موجوده. مش موجوده. الله، دي زي ما يكون فص وملح وداب. يعني اتسرقت. اتسرقت دي حاجه ما ينسكتش عليها ابدا. وهتعمل ايه؟ هتشوف انا هعمل ايه. حضرتك تشتبه في مين؟ في السفرجي ولا الخدامه؟ لا لا لا، دول ناس اشراف، انا اشتبه في واحد تاني. هو مين؟ ضيف موجود هنا اسمه فتحي. مستحيل مستحيل، ده كلام مش مظبوط. على كل حال لازم نفتش كل الموجودين في البيت. فين اوضه الضيف؟ اتفضل. يا حضره الضيف يا فندم، ارجوك انا مش عايز حد يفتش الاوضه دي ابدا. يا فندم ما دام بلغتوا البوليس سيبونا نكمل اجراءاتنا. عن اذنك. عن اذنك يا حضره. يا فندم هنفتش الاوضه. عشان ايه؟ حادثه سرقه. سرقه؟ اتفضل. شكر. مفيش حاجة. مفيش ازاي؟ احنا مفتشناش هنا. نفتش هنا. الله، غريبة. مش ممكن مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ مش ممكن، دي ما خرجتش من هنا. فتشوه. تسمح لفتشك انت يا استاذ. بكل سرور، اتفضل. مفيش حاجة. اظن من الواجب ان كل واحد يتفتش هنا، ولا ايه يا استاذ؟ طبعا لازم كلنا نتفتش، وانا قبل كل واحد. انا مصر. اتفضل. مفيش مانع. هي ليا. الله، ايه ده؟ دي براغيث الست. دي اسورتك؟ ايوه. ازاي ازاي؟ ده هو اللي سرقهم. ازاي بقى؟ هما لقوهم في جيبي انا ولا في جيبك انت؟ المسروقات طلعت من جيبك انت يا استاذ. مش معقول مش معقول. سهير سهير. افتكرت يا حضره الضابط، كنا في السينما وقلعت الغويشه لانها كانت مضايقاني ونسيت وحطيتها في جيبه. ارجوك يا مدام يبقى افتكري كويس قبل ما تبلغوا البوليس. اتفضلوا. متشكرين. العفو يا فندم. مدحت، انا عايز اعرف سر الحكايه. انا هتجنن. الاسوره كانت تحت مرتبته، ايه اللي نقلها في جيبي؟ ومين اللي حط الاسوره تحت المرتبه؟ انا لما لقيت الزوق ما نفعش معاه ومش عايز يخرج من البيت قررت ان اخرجه بالبوليس.
وازاي ضميرك يسمح لك تودي واحد بريء في تهمه زي دي؟ وازاي هو ضميره يقبل انه يحط لي الاسوره في جيبي عشان يوديني في داهيه؟ يا بجاحتك سهير. سيبني. انت زعلت مني؟ مش عايزه اشوف وشك في المنزل تاني. سهير هسيبك لكن بكره هتندمي. على فين يا استاذ؟ انا خارج. تسمح تفتشيني قبل ما اخرج؟ اتفضلي. يعني خلاص هتمشي؟ امال عاوزاني استنى لغايه ما اخرج في حديد؟ انا اسفه على كل اللي حصل. مدحت هو اللي عمل كده. هو معقول يا هاني مدحت يجيب لويس في بيتك من غير موافقتك؟ كان اشرف لك انك تقولي لي اخرج من بيتي بدل ما تلفقوا لي تهمه تلطخ سمعتي وتضيع مستقبلي. انت غلطان. ارجوكي ارجوكي. انا مش ممكن اسيبك تخرج من هنا. ارجوكي يا هاني كفايه تمثيل. عشان ما يخرجش. صباح النور. ازاي رجلك دلوقتي؟ زي البومب. طب سعيده بقى. رايحه فين؟ اوعى تتاخر. اتاخر عن ايه؟ الله مش النهارده حفله عيد الام؟ اه صحيح. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. السنه الجايه كده اشوفك عروسه. واشوفك عريس. مع السلامه. نحن الآن آنساتي سيداتي سادتي في مدرسة الطفولة البريئة حيث ننقل إليكم احتفالها بعيد الأم. يبدأ البرنامج باستعراض الأراجوز يقدمه الأستاذ محمد فتحي مدرس الموسيقى بالمدرسة. والآن إليكم استعراض الأراجوز. قوة إلا بالله. واقفة كده ليه يا ستي نفوس الغير يا عم أحمد؟ مساء النور يا بنتي. إزاي صحتك؟ أوعى إيدك بس. أهلا أهلا. إزاي؟ أنا كنت رايح لك البيت دلوقتي يا عم. خير إن شاء الله. الراجل اللي أنت جوزتني ليه ده؟ ماله؟ ضاربني وكرشني ومبهدلني أوي يا عم أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب اسمع أما أقول لك. نعم. واقف هنا. أوعى إيدك. طيب أوعى إيدك. أنا يا بنتي مديت إيدي عليكي ولا كلمتك؟ طب ما طيب اتأخري شوية. أوعى إيدك. الله. ما اناش جاي عندك. اقف هناك وانا حنداوي هنا واسود لك عيشته. يلا يا عم احمد. انت يا اراجوز يا فندي. نعم لما ترفصك. تعال هنا. انا اللي عايزك. تعال 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 يا اخي.
ازاي صحتك؟ قولي يا راجل، مش عيب عليك انك انت تضرب الست بتاعتك في السكة على قريعة الطريق؟ طيب صحيح الله، لما تديني نصيحة للست بتاعتك ايوه بسبب ولا من غير سبب؟ لا يا ابني طبعا يكون سبب. اديك اهوان اتشاله عريان ما عنديش فلوس. طب استنى لما اسألها. طب اسألها يا ست نفوسة. نعم. انت مش عندك الاكل في البيت؟ عندي. وعندك الشرب؟ يا سيدي اسكت انت. انا ساكت اهو، انا ساكت. وعندك الشرب في البيت؟ عندي. وعندك الملابس في البيت؟ عندي. امال زعلانه وياه علشان ايه؟ زعلانك منه بيضربني ولازم اضربه زي ما ضربني. لازم اضربك. عاوزة ايه؟ مش عاوز اعيش معاك. بس انا ماليش لزوم في الموضوع ده، وحد الله. مع السلامة. واعبر واعبر. انت بتضغط؟ طب تعالى والنبي ما انا سايبك بقى. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ عيب 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 يا ولية عيب. الله حش يا عم احمد. بس بس يا حش يا عم احمد. بس يا عم ارغز. معلش النوبة. دي الست من الغرغوزة زي الحلة اللي من الغرغاطة. ارغز. اي لاف يو شري. اديني بوسة. انتي يا امي احني قلبي.
انت كنت في حفلة؟ ايوه، وغنوتك كانت حلوة قوي. متشكر قوي. مش هتوصلني زي ما اتفقنا؟ ايوه اوصلكوا انا. مفيش مانع، بس يعني انا عايز اوضح لك كل حاجة. ممكن؟ اتفضلي. بس مش هينفع. تحبي فين امال؟ تقبل فكرتي؟ قوي. اتفضلوا معايا. اتفضلي. اتفضلي. تعرف الفستان الشوال لما المكواه بيبعتوا له الزبونه بعتوا ازاي؟ على شماعه طبعا. بيشيلوا على بعض. هقول لك نكته تانيه. اسمع من فضلك. ايوه فندم. اسمع يا مدحت، انت شفت سهير؟ سهير؟ ايوه هناك. هي فين؟ هناك جنب البيت. ما تقوم ترقص. انا ما احبش ارقص. تحب ترقصي؟ ما فيش مال. اتفضلي. عميق الجذور ام ماذا؟ ماذا؟ ما عدد دقات قلبك الان؟ ما تعدش يا استاذ. مساء الخير. يا ترى ايه المفاجأة اللي دي؟ دلوقتي هتعرف. اتفضل. هلو. اهلا اهلا. ازيك؟ ايه المفاجأة بتاعتنا اللي دلوقتي لدي؟ هتشوف. هو فين؟ اهو اتفضل. الاستاذ فتحي. اهلا. الاستاذ فرحات المخرج. اهلا وسهلا. عال ينفع. انفع فيه؟ تنفع في كل حاجة. اسمعوا، دلوقتي هقدم لكم اكبر مفاجأة فنية. اتفضل.
اتفضل ايه اتعشى؟ تغني. اغني انا؟ ايوه بس انا هي علي. لا لازم تغني. الاستاذ محمد فتحي. حبيبي
سعدت يا حبيبي يا حبيبي ذكريات، واللي جاي اه يا خوفي اه يا خوفي يكون هات، والتقي افراحي تتبدل ضنا بعد ما عودني حبك عالهنا، والتقي افراحي تتبدل ضنا بعد ما عودني حبك عالهنا، ده انت غالي علي زي ضي عيني، ده انت غالي علي زي ضي عيني، واغلى منها شوية حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي. أسعد إنسان في الوجود، وإنت حبك خلى الدنيا تحكي لي. حبيبتي روحي. ستوب، بيقول ستوب يا جماعة، بيقول ستوب. لا مؤاخذة يا أستاذ، الباقي ده عشان إحنا مش عشان الفيلم. ساعة غدا عشان خاطر يلا نغدا. أستاذ يا أستاذ، بنتي نجوى يا أستاذ، قطقوطة حلوة، أرتيست ومن لوجيست ورقصيست، مضحكة قوي ومحزنة قوي، والفرجة بلاش والدفع ما يهمناش، يا بلاش يا بلاش يا بلاش. بلاش أحسن. شوف صورتها يا أستاذ، ما هي اللي مثلت دور بنت حضرتك أنت وست سهير في الفيلم اللي لسه ما اتعرضش. والله تشوف يا أستاذ، بالذمة مش كانت حاجة لطيفة، مش كانت حضرتك مش فاكر حضرتك مش فاكر؟ شوف. أيوة فاكر. بس سيبني أنا متضايق دلوقتي، لما عاوزك هبقى أبعت. ابعت ابعت يا رب ابعت ابعت. تعال يا ملين. اخس عليك، كسفتنا واحنا في البلاتو. ليه البوسه ما كانتش كويسه؟ لا بس العمال خدوا بالهم ان احنا نسينا نفسنا. تعرف البوسه دي مال؟ هي اللي هتنجح الفيلم. تمام. لا انت وانت. مالك؟ ما فيش حاجه، انا هتجنن. خطف مني شهرتي وخطف مني افلامي وخطف مني سهير. ما كانت زي الخاتم في صباعك. مش مكفيها تكون خاتم في صباعي، عايزه تكون كلبشات في ايديا. ما افتكرش انها هتسيب فتحي بعد كده. اذا نخلي فتحي هو اللي يسيبها. ازاي بقى؟ بعدين هتعرفي. عارفه النكته بتاع الساعه المطعم اللي بتغدى في محل تاني؟ قديمه. تسمع يا استاذ؟ يا سلام، تحت امرك يا استاذ. يا سلام، والله انت بتخرج فيها، دي حاجه لوكس خالص، دي تحفه غنيه. تعالي كل. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذ، اتفضل. اهلا اهلا. يا سيدي، انا مجلس اداره الجمعيه بيشكرك انت والست سهير على تبرعكم باحياء حفلهم السنوي. يا فندم لا شكر على واجب، احنا تحت امركم دايما. على العموم احنا جاهزين، بس مش فاضل الا المغنيه اللي هتشترك معانا في الاستعراض. انا اعرف مغنيه كويسه جدا. قصدك ليلى؟ ايوه. ايه رايك؟ بس صوتها مدهش. صوتها مدهش بس فيها عيب. ايه هو العيب؟ انها بتحب. وانا كمان بحبها. ايه؟
بس زي اختي. على الاتفاق. اذا تبداوا بروفات من دلوقتي والحفله بعد اسبوع ان شاء الله. تحت امرك يا استاذ. استاذ فتحي. ايوه لاني. ما تيجي نعمل بروفه بقى. مش لما تيجي سهير. هو يعني كل حاجه ما تنفعش من غير سهير. لازم هي. لازم معاكم. الله يا استاذ. في سيخ يا فندم. تسمح لنا ندخل؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. مين الاموره دي؟ انا بنت بابا مدحت. مدحت؟ ايوه. غريبه. انا ما كنتش فاهم انك متجوز. والمدام تبقى مامتها؟ لا. انا صاحبه مامتها. والله يا استاذ ممكن نتكلم كلمتين في الموضوع ده. اتفضل يا فندم. ممكن نكون لوحدنا. تحت امركم. في اي خدمه اقدر اديها؟ تصور يا استاذ فتحي لما طفله بريئه زي دي تقضي حياتها محرومه من عطف الاب وحنان الام. فعلا حاجه مؤلمه. لكن هي والدتها متوفيه. والدتها رميها ومش عايزه تاخدها. يا ساتر. في أم تعمل كده؟ أصلها فنانة اسمها كبير ومش عايزة الناس تعرف إن لها بنت. وفيها إيه لو الناس تعرف؟ لأنها بنت غير شرعية. إيه؟ أنا بلعن الساعة اللي الشيطان غلبنا فيها. حاولت أصلح غلطتي وأتجوزها ونربي البنت في وسطنا. وبعدين؟ طبعًا وافقت. وافقت. وبعد ما وافقت رجعت غيرت رأيها. تبقى مجنونة. فعلًا مجنونة يا أستاذ فتحي. مجنونة بحبك. حبي أنا؟ قصدكم مين؟ سهير؟ أيوه. ولهيب الحب اللي بينكم يا استاذ فتحي مش هيحرق حد ابدا غير الطفله البريئه دي. انا عاوزه اشوف ماما. انت عارفه مامي تبقى مين يا حبيبتي؟ ماما سهير اللي في السينما. هي مامي وحشيتك يا حبيبتي؟ وحشيتني وعاوزه اقعد معاها. شوف يا استاذ الصوره دي اتخذت في المره الوحيده اللي شافتها فيها. انا مستعد اتجوز سهير حالا واعترف ببنوه الطفله والامر في ايدك انت. غريبه نفس العيون. والنبي يا انكل انا عاوز اقعد مع ماما. انت بتحبي ماما؟ بحبها كتير قوي قوي قوي. انت انسان نبيل وانا حسيبك لضميرك. انا ليا رجاء. انت عارف قد ايه الست بتنجرح كرامتها لو تعرف عنها انها. تاكدي يا هانم انها مش هتعرف اي حاجه. انا متشكر قوي قوي قوي. متشكر قوي. ياما فيه مفاجآت يا ليلى ما كانتش تخطر للإنسان على بال. ناس كان الواحد فاكرهم إنهم ملايكة واتضح إنهم شياطين. تحب أعمل لك فنجان قهوة؟ ليلى فتحي يظهر اني ما كنتش عارف عاطفي ناحيتك. انا عاوز اقول لك حبيبتي ليلى. حبيبتك وسهير. سهير دي كانت وهم ما كانتش حقيقه. لكن انت يا ليلى الحقيقه. لما شفتك تاني رجعتي لي الحب القديم. ليلى فتحي انت مسكين يا فتحي. انت عايز تهرب من الحقيقة. ازاي؟ لاني انا الوهم وسهير هي الحقيقة. انا سمعت كل حاجة وفهمت اللي حصل. ليلى. نعم. انا ليه راجع عندك. ايه هو؟ انك تسيبي سلوى تعتقد ان في علاقة حب بيني وبينك. انا مستعد اعمل كل شيء يساعدك. Thank you.
ايه اللي جابك هنا؟ سهير حياتي روحي وحشتيني يا حبيبتي. برا سهير. برا حياتي. برا. انا خارج لكن بكره هتندمي. برا. لسه سهير ما جاتش حجنك، عامل ايه؟ نبتدي البروفا يا استاذ؟ استنوا شويه، سهير لسه ما جاتش. اتاخرت قوي. يا استاذ نظره، يا استاذ كلمه، بنتي نجوى قطقوطه حلوه، ارتست ومونولوجيست ورقصيست. اتفرج حضرتك على الصور والله، اتفرج اتفرج. وانا وقت يا اخي، انا عندي مش فاضي لك. مش فاضي مش فاضي. الارزاق على الله. يا ملين. اسمع يا استاذ. ايوه يا استاذ، احنا في خدمه يا استاذ، اتفرج يا استاذ. لا مؤاخذة، أصلي متضايق شوية، فوت عليا في وقت تاني. حاضر يا أستاذ، أمرك يا أستاذ. بنتي نجوى قطقوطة حلوة، أرتست ومونولوجيست ورقصيست. وبعدين بقى؟ أيوة بعدين، بعدين يا فندم، بعدين، بعدين. تأخرت قوي. أنا آسفة عشان اتأخرت. العفو. نبتدي البروفة. أنا جاهز. ده ورشة التسجيل. عايزة اقول لك ان مزيكتك حلو قوي. متشكر. اتفضل دور. طب حصل حاجة؟ كنت عاوز اقول لك ايوه راسك حلو قوي. متشكر. دور تاني. رايح فين؟ الاستاذ فتحي موجود؟ ايوه موجود. ايوه موجود. ممكن اقابله؟ لا مش ممكن، لان دلوقتي مش فاضي وهيطلع في الاستعراض. وماله؟ ما هو بنتي نجوى قطقوطه حلوه، ارتست ومونولوجيست ورقصيست، مضحكه قوي ومحسنه قوي، والفرجه بلاش والدفع ما يهمناش. يا بلاش يا بلاش يا بلاش بلاش يا اخي. الله نجوى، تعالى يا حبيبي. رايح فين؟ بنتي. سيبني بره. تعالي سيبني. تعالي قفشتك. راح فين يا بنتي يا ملعونه؟ ما فيش. في ايه يا حبيبتي؟ عاوزه اتفرج الراجل ده بيطرد. خليها معاك. حاضر. ولا يهمك، انت تتفرجي في اي حته تعجبك. ما فيش. تعالي معايا. ناسي اسأل مرة علي قلب اللي انت ناسي اسأل مرة علي قلب اللي انت ناسي اسأل مرة علي اللي انت ناسيني بعدك على عيني اللي انت ناسيني بعدك على عيني بودك على عيني على عيني قلبي اللي انت ناسي اسأل مرة
سهرني وسهرته والشوق حيرني وحيرته. الليل سهرني وسهرته والشوق حيرني وحيرته. وادي آخرة قلبي اللي طواته قلبي اللي طواته. الدنيا في بعادك أظهرها ده بلانا والبدر أنواره مع قلبي حيرانا. أنا كنت فين والحب ده فين؟ أنا كنت فين والحب ده فين؟ ياللي انت ناسيني بعدك على عيني بعدك على عيني على عيني. ياللي بتشكي من الهوى هون عليك هون عليك. الدنيا مل قلبك وافرح جنبك. ياللي انت ناسيني بعدك على عيني. ياللي انت ناسيني بعدك على عيني بعدك على عيني على عيني. حبيبي اهو جاني ورجع للفرح من تاني. اهو جاني حبيبي اهو جاني ورجع للفرح من تاني. غني يا قلبي غنوة حبي غنيها وقولها من تاني. منور في عيني الدنيا الدنيا في قربك حاجة تانية. الورد بيضحك ويغني ويهني جمالك يا حبيبي. والنسمة تمر وتسألني عن سر جمالك يا حبيبي. غني يا قلبي غنوة حبي غنيها وقولها من تاني.
يا استاذ نظرة يا استاذ، بنتي نجوى قطوطة حلوة، اتفرج اتفرج شوف. وبعدين بقى حضرتك مش قلتلي باجيلك تاني؟ قربوك خليها لوقت تاني عشان نروح نطلع. طلع طلع الارزاق على الله يا ملين. نجوى يا نجوى. يا مدمزيل يا أنسة، اعملي معروف لوجه الله، بنتي نجوى ممثلة قوي، كلمي الأستاذ فتحي علشان يشغلها معاه ومنقدم شيء بيداه التقاه. بنتك مين؟ بنتي نجوى دي. دي بنتك أنت؟ أمال بنتي أنا. شوفي حضرتك شوفي صورة جميلة مش حاجة لطيفة والله. أنت أبوها؟ أمال أمها. اعملي معروف يا ست الستات، كلمينا الأستاذ علشان تشتغل معاه. لكن دي بنتي مدحت أبو الزغير في التمثيل بس في الأفلام بس كده؟ أيوه. تفضلي معايا تفضلي معايا. يا ملين يا بوليس يا زوم